السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ولاء مكاوي. طبعا بمناسبة الشتاء والبرد الشديد اللي احنا فيه، عايزين حاجات مشروبات سخنة، وعشان كده هنعمل طريقة جميلة وبسيطة وسهلة جدا للسحلب في البيت. تعالوا نشوف المكونات والطريقة. معانا كوباية من الرز المطحون، معانا كوباية من النشا، كوباية من السكر البودرة، كوباية من جوز الهند مطحونة، كوباية من اللبن البودرة، كوباية جوز الهند قلنا، كوباية من الزبيب، كوباية من السوداني، معلقة كبيرة من المستكة المطحونة، حوالي معلقتين كبار من السمسم، وثلاث بواكي من الفانيليا. ممكن تقللي او تزودي المكسرات على حسب الرغبة، وممكن تزودي او تنقصي من الفانيليا. تعالوا نشوفوا الطريقة، وطبعا ما تنسوش المطربان البلاستيك مغسول ومتنشف، علشان هنفضي فيه المكونات بعد كده. تعالوا نشوف الطريقة. أول حاجة هنفضي فيها، هنجيب بولة كبيرة هنفضي فيها الرز المطحون، عليهم السكر البودرة، عليهم كوباية النشا، عليهم كوباية السكر اللبن البودرة، عليهم جوز الهند والزبيب والسوداني. قلنا المكسرات حسب الرغبة، ممكن تزودي او تنقصي المكسرات اللي انتي حباها. ومعانا السمسم والمستكة والفانيليا هنقلب المكونات كويس. بعد ما قلبنا المكونات كويس هنفضيها في الميكروفون. السلام عليكم، ورجعنا لكم تاني بعد ما عملنا سحلب، وده شكله النهائي. طعمه وريحته وشكله بجد تحفة. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. ما تنسوش تقولنا ارائكم في كومنت ولايك وشير لصفحتنا على الفيس، وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. السلام عليكم، نراكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. مع السلامة.